بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشاہدین الکرام، حیا خان تحییکم وتقدم لکم نشرات الاخبار. جرى اتصال هاتفي بين دولة رئيس الوزراء عمران خان ورئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على التعاون بالمزيد في العديد من المجالات، وتبادل الزعيمان التحاني لمناسبة حلول شهر رمضان. وشدد رئيس الوزراء عمران خان على الحاجة لحل المشكلات الأفغانية، وقال بأن المفاوضات بين الفصائل والحكومة الأفغانية توفر الفرصة الفريدة لإقامة الأمن في المنطقة، ويتعين على القيادة الأفغانية الاستفادة من هذا الفرصة. عقد في اسلام اباد اجتماع مجلس العلماء الدين تحت اشراف وزراء الشؤون الدينيه، وشارك فيها علماء الدين من مختلف مكاتب الفكر. وبهذا المناسبه قال معالي وزير الشؤون الدينيه بير نور الحق قادري بان دوله رئيس الوزراء عمران خان أبرز موضوع ناموس الرسالة النبوية على المستوى العالمي، كما تحدث إلى رؤوس الدول الإسلامية بهذا السدد وطلب من العلماء الدين توعية المواطنين. وقال معالي وزير الداخلية الشيخ رشيد أحمد بأن لا يوجد أي شخص من بين سكان باكستان لا يفدي بروحه لختم النبوة، وإن الاعتصام والاحتجاج يجني ضياء الحياة البشرية والأموال. وقال المبعوث الخاص العلامة طاهر أشرفي بأن حركة لبيك باكستان تحاول تحقيق أهداف أخرى بحجة ناموس الرسالة النبوية، ويتعين توعية المواطنين بشأن ذلك. وقال بير أمين الحسنات بأن الجميع مستعد للتضحية من أجل ناموس الرسالة، وسنحاول حل الموضوع من خلال المفاهمة والإفهام. أعلنت الحكومة عن تخفيض أسعار مشتقات البترول للنصف الثاني من الشهر الجاري. وشارك معالي وزير المالية حماد أزهر أسعار مشتقات البترول، واستنادا إلى الأسعار فقد تم تخفيض سعر البنزين بمعادل روبية و79 بيسا للسعر الواحد، ليصبح سعر الجديد 108 روبيات و56 بيسا للتر الواحد، وسعر الديزل الفائق بمعدل 2.32 روبية، والنفط الأبيض بمعدل 2.21 روبية للتر الواحد. توفي 118 بالمزيد من المصابين بفيروس كورونا في البلاد، في حين وردت 5395 حالة إصابة جديدة، كما بلغت نسبة الإصابة في فيروس الفعلية 8.34%. ستبدل الأمريكا سحب قواتها من الأفغانستان اعتبارا من الشهر المقبل، وسيتم سحب كامل القوات من أفغانستان حتى 11 من شهر أيلول من العام الجاري. في كلمة في واشنطن قال الرئيس جو بايدن بأن الوقت هنا لإنهاء أسلوب حرب أمريكية، وسيتم استدعاء القوات إلى الوطن. وتجدر الإشارة إلى أن قوات الناتو كانت في اجتماع قبل يوم الاتفاق على إنهاء عملياتها في أفغانستان. هذا وبعد إعلان جو بايدن قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة كابول، والتقي الرئيس أشرف غني وعبد الله، وقال بأن أمريكا سوف تفي بعودها التي قد أعطاها للشعب الأفغاني. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية
زاهد حفيظ شودري بأن باكستان ستواصل توفير التسهيلات وبذل الجهود لإقامة السلام الدائم والاستقرار في أفغانستان، وبهذا السدد وداعة الأساس لاتفاقية بين أمريكا والطالبان في 29 من العام 2020 لإنهاء العنف في أفغانستان، واتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار الدائم. في حديثه مع الصحفيين أعرب المتحدث أن العمل بأن الاجتماع القيادة الأفغانية المقبل في تركيا سيمحد السبيل للحل السياسي لمشكلة الأفغانية ويتعين على القادة الأفغان. Thanks for watching and subscribe to our channel.